هون وصلنا عند الانترو 7. طبعا الانترو 7 بيحكي لك انه يو كود نوت ايفن فايند الباسورد من خلال السيرش انجن اللي بيعتمد على موضوع البوتس. طبعا شو الفكره هون؟ الفكره انه في عندنا تكنيك بنستخدمه لما نعمل ديفلوبمنت للويب سايت او لما نبني الويب سايت معروف باسم الروبوتس دوت تي اكس تي. طبعا هو عباره عن روبوتس اكسكلوجن ستاندرد بروتوكول احنا بنستخدمه عشان نمنع عفوا اي شخص بده يعمل سكانينج او بده يعمل فيزيتنج لكل الويب سايت او لكل البيتس او بده يعمل خلينا نحكي يبعث ريكوست كثيره. فاحنا عشان نعمل ميتيجيشن انه ما يقدر يوصل لكل المسارات باستخدام ايش هذا البروتوكول. وبالتالي احنا اذا بنروح على على المسار نفسه بنحط روبوتس دوت تي اكس تي بالغالب ممكن يميزنا او يبين لنا شو الاشياء اللي ممنوع التنزار او الاشياء اللي ممنوع ايش هذول البوتس انهم يعملوا لها ايش فيزيتنج. لاحظ هنا الاشياء اللي مسموح لك تروح عليها اللي هو السلاش، نوع اليوزر ايجنت اللي مسموح لك ترسله اي نوع، الاشياء اللي ممنوع تروح عليها هاي ايش المسارات. احنا طبعا ايش الشيء اللي مبين انه عباره عن تكست فايل اللي موجود جواته نص اللي هو هذا ايش اليو ار ال. اذا رحنا اخذناه كوبي ورجعنا على الويب سايت تبعنا لاحظ هذا اليوزر نيم والباسورد موجودين. اليوزر نيم والباسورد هذا هون التشالنج انحل ما في مشاكل. نروح على الانترو 8. طبعا هنا برضو نفس الفولنربيليتي اخذناها سابقا اللي هي الباث ترافيرسال فولنربيليتي. لاحظ هنا بطلب منك يوزر نيم وباسورد. نعمل فيو للبيج سورس، نعمل سيرش كلمه باسورد. لاحظوا هنا برضو ايش في عندي ايش مسار وفي عندي ايش هيدن ايش فيلد. فمباشرة نعملها كوبي نروح على الويب سايت تبعنا. نعمل سيرش، لاحظ هون ايش معطيني مجموعه من الزيروز والونز. طبعا هاي عباره عن باينري انكودينج. الفكره ايش انه بدنا ناخذ هاي الباينري وبدنا نحولها ل اما اسكي او ممكن نحولها لهكسا. طبعا في عندنا ويب سايت مشهور اللي هو اسمه اسكي تو هكس، بامكاننا نروح على هذا الويب سايت. ولا مش هذا الويب سايت اتوقع. طبعا ناخذ الباينري اللي هو اليوزر نيم هذا نعمل سيرش نعمل كونفيرتينج لهذا هنا يكون عندنا هذا اليوزر نيم.
ناخذ الجزئية الثانية اللي هي عبارة عن باسورد. طبعا في ويب سايت كثيرة صراحة تحول لك، لكن في بعض الويب سايت تعترض على موضوع الفراغات. هذا صراحة من أفضل الويب سايت على الأقل اللي أنا تعاملت معه. حط الباسورد، ارجع نجيب اليوزر نيم، اعطيها لوجن. لاحظ هون ايش عمل لوجن من دون ايش مشاكل. نروح على التشالنج التاسع اللي هو برضه من نوع كلاينت كود موديفيكيشن. هنا الكلاينت او اليوزر بده يعدل على ايتم او بده يعدل على ليست او بده يعدل على اي شيء جوا الويب سايت. لاحظ هو عبارة عن هنا سيناريو بيحاكي موضوع عملية الريست للباسورد. بحكي لك بدك تعمل ريست للباسورد، بدك ايش؟ بدك تدخل ايش؟ الايميل. طبعا هنا هم فكرة السيناريو انه بده ايش؟ ايميل محدد. اذا بنروح نجي نعمل رايت كليك، ندور على كلمة باسورد، لاحظ اذا بنشوف اذا في اي شيء نقدر من خلاله نستفيد. لاحظ هون ولا شيء بامكاننا نستفيد من خلاله. طيب خلينا نعمل انسبكشن نشوف اذا في ايميل معين موجود جوا الكود. اوكي طبعا هون الفكره ايش؟ بدك تضلل، بدك تروح على الفيلد اللي موجود فيه اليوزر نيم. لاحظ هون ايش في عندك مكان ليش لايميل، فانت اما بتستخدم نفس الايميل هذا او بامكانك ايش تكتب اي ايميل انت بدك اياه هو ايش يبعث لك ايش او يعمل سندنج للايميل للباسورد لما تحطه جوا الفيلد هذا. وهون اخذناه نفسه احنا، وانا ما جاب لي اياه. فالفكره ايش؟ بدي اغير هذا الايميل لاي ايميل انا ايش بعرفه. طبعا ممكن تحط دمي ايميل اي شيء بدك اياه. جينا نحط مثلا هنا اي ات اي دبليو دوت كوم. لاحظ هنا بعثت لهذا اليوزر نيم وبعث لي ايش هذا الباسورد، فبناخذهم اثنين وبنقدر ايش نعمل ايش لوجن من دون مشاكل. وعلى التشالنج العاشر طبعا هنا جافا سكريبت كود اكسبوجر وعمليه الديكريبشن. فكره هون تقريبا مشابهه للافكار السابقه. الديفلوبر هنا حط جزء من الكود وبالتالي احنا ايش بدنا نحاول نشوف شو هو هذا الجزء اللي حطه ايش الديفلوبر. فبنروح على انترو 10. بعد هون بحكي دخل الباسورد، خلينا نجرب ندخل اي باسورد اذا بنشوف اذا في برومبت بوب اب او الى اخره. خلينا ناخذ النص هذا نعمل فيو بيج سورس. لاحظ هون مستخدم نفس الفكرة اللي حكينا عنها قبل شوية اللي هي موضوع الـ get element by ايش by الـ ID. بس هنا بدل فكرة الكلمة password أو بدل الـ variable هنا هنا مستخدم ايش element ثاني اللي هو document.thecode. روح نعمل سيرش عليها هاي، نيجي لهون صراحة بنلاقي انه حاط قيمة موجودة ايش في الهكسة. لو ناخذ هاي القيمة بنروح نعملها ايش ديكودينج باستخدام نفس الويب سايت اللي استخدمناه قبل شويه. نروح على المكان اللي موجود فيه الهكس، نعمل كونفيرت. لاحظ هذا الباسورد، ناخذ الباسورد اللي بدنا اياه، نعمل لوجين. لاحظ هون بنلاحظ انه ايش اخذ الباسورد
اللي عملنا له ايش ديكودينج. خلينا نشوف شو في عندنا الفولنربيليتي رقم 11. هنا الفولنربيليتي نوعيتها انه فايل ريدايركشن، فهنا بامكانك تعمل ريدايركشن لليو ار ال او للكود تبعك على اما يو ار ال ثانيه او على فاريبل ثاني او على باث معين. بالغالب انت بدك تعمل انسبكشن للفيلد اللي موجودين عندك، بدك تعمل اناليسيس للريسبونس اللي بيطلع لك اياه. خلينا نروح على انترو 11. لاحظ هون بطلب منا ندخل الباسورد، بس اول شغله نلاحظها ايش؟ انه حط لي متغير هون او حط لي باراميتر، هذا الباراميتر لازم ياخذ ايش فاليو. خلينا نجرب نحط اي قيمه، نعمل لوجن. لاحظ هنا ما اخذ منا شيء، بنروح نعمل فيو بيج سورس، نعمل سيرش على كلمة باسورد، نشوف شو في عنا أشياء، إذا في عنا مغير بالكلر، إذا حاط مسار معين، إذا في robots.txt. لاحظ هون فيش عنا إشي، بس عنا الإشي الوحيد اللي بنقدر نتلاعب فيه اللي هو كلمة إيش input. طبعاً بالغالب الـ input بده يطلع لي إيش output، فخلينا نجرب نحط output. لاحظ هون وداني على صفحة ثانية. نجي نعمل سيرش على الباسورد، لاحظ هنا في عندي قيمة للباسورد. طبعا هذا النوع بيكون الباسورد بيكون هارد كودد جوا الويب بيج. طبعا هاي كثير من الأغلاط اللي بيرتكب فيها يرتكبوها الديفلوبر، وغالبا الديفلوبر اللي هم الجونيور أو اللي بيكون خبرته مش كثيرة في المجال هذا. آخر نوع من أنواع الفلنربيليتي اللي هو الباسورد ديكريبتور، نروح على 12. لاحظ هون شو بحكي لك؟ بحكي لك إذا بدك تحل الباسورد لازم تستخدم هذا الكود اللي معطيك إياه هون. بالغالب إما هذا بيعبر عن هاشينج أو إنكريبشن كود. فإحنا في عنا في عنا كمان كثير من الاونلاين ويب سايتس اللي بنعطيها القيمه هاي، هي بتحاول تعمل ايدنتيفيكيشن، لكن بالغالب احنا الباسورد بنستخدم معه ايش؟ الهاش فاليو. اذا بنعمل كوبي لهذا الهاش، اما بنروح نعمل سيرش مباشره على اي مكان على النت، زي مثلا اول يو ار ال طلع لنا. لاحظ هون ايش؟ وبنعطيه مثلا ريفيرسينج، وهو بيعمل لي ايش ريفيرس. لاحظوا هاي القيمه اللي طلع لي اياها. لو جينا اخذناها وحطيناها جوا الكود او جوا الويب بيج، لاحظوا انه هون ايش بيقبلها. طبعا هاي اشهر انواع هنحكي البيسك فولنربيليتي اللي بتكون موجوده في الويب سايت. بيصفي عندنا الانواع الثانيه اللي لها علاقه في اس كيو ال انجكشن، كروس سايت سكريبتنج، كروس سايت ريكوست فورجري، الاكس ام ال اتاك، وراح ناخذ كمان جزئيات ثانيه، لكن في هاي المحاضره بس راح ناخذ الانترو ليفل. طبعا الانترو ليفل عباره عن 12 تشالنج، فهنا حليناهم كاملين. المره الجايه راح ناخذ الاشياء اللي لها علاقه في الكريبتوغرافي، بعدين نرجع على الويب، بعدين بنروح على ريفرس انجينيرنج، بنكمل اغلب الاشياء. طبعا ممكن احل لكم بعض الفلاجات من السايبر تالنتس، اشياء لها علاقه في الديجيتال فورنسيك او النتورك سكيورتي. يعطيكم العافية.